الإنسان يهمش نفسه. يهمش. يعني هل أنا الآن ممكن إنه أنا أهمش نفسي؟ هذا كسل داخلي يتورث منه ذلك. لكن هذه نادرة، هذه تشاف المشكلة، قد تكون هناك مشكلة صادمة من أحد مؤثرين عليك فتأثر عليك، فتصير عندك أنت تستخدم اللامبالاة وإنك كذا، لكنها في داخلك طموح. لا، ساعات لما تشوف نفسك يا أبو علي إنك أكبر من المجتمع اللي أنت عايش فيه. لا هذه فتبدأ تقول لك أنا سوالف بدو، سوالف شيء. هذا الشيطان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فذلك الشيطان. من قال عمى فهو الشيطان البعيد. لكن أبدا أنت انظر للناس بالمستوى اللي عندك وجامل معاهم، وليس مفروض. زي ما واحد مرة صار بيني بين إشكال، فلما احتدم الموضوع يعني والعزة لله، لكن ما في حد بيننا مشكلة والله، يعني وصلت إلى حد كذا، لزمته وقلت اسمع أنا فكرت زين، والذي نفسي بيده ماني حاسب لك حساب. وهو فيه خير لكن عاد كذا الشيطان، لكن أقول خلنا نرجع إلى ما كنا، ولا أنت بقسيمي في البيت عشان أنت بعيد وأنا بعيد، خلك على فالك وأنا على فالي. نعم صحيح. قال جيب بيض الله وجهك يا سلام، مد يده. أي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لكن إنك تصل إلى حد التثبيط هذا لنفسك، هذا ما أعتقد أنه ليس علاج وليس أبدا. خذ لك من ناحية صحيح، أنه أصلا زي ما تكلمنا أمس أنه قلنا الوحدة أحيانا والله عياذا بالله من الوحدة عبادة فيما يقربك من الله، والإنسان اللي قريب من الله ترى ما يخرب من شيء مهما كان الأمر. إذا ضايقت من شيء فعليك بالقرآن والأحاديث والسنة النبوية وتبصر نفسك أنت بنفسك. لكن أما الوالد فهو ذو خبرة طويلة، الشباب عندهم الاندفاع أحيانا في الآراء، لكن خذ راية وأمسكه. أحيانا أم البيت راعية البيت عندها راي، ولكن إصرارك وكبريائك ما تتنازل لها بينما هي في صواب. صحيح. هذا بالنسبة لدائرة البيت والأبناء لما ذكروا لنا، لكن كبريائك ما يعطيك الآن إلا بعد ما تأخذ لك طاف زي الشيهان، تطوف الفريسة وتقول وتعود وتلمح. لكن أبد خذ من كل واحد راية، ثم أن تجمع على رأي تشوف أنه الصواب. الاندفاعية من الشباب ترى تكون في مثلا في الإشكالية اللي سريعة الانفعال أو ردود الفعل المستعجل، هذا لو عندهم اندفاعية فالأب لازم يعرف الأبعاد ويعرفها كذا، وفي الأخير يعرف الأب أن الأب كان على حق في بعض من الأمور. لكن الوحدة هذه لا أنصح بها أبدا إلا إذا خلوت مع الله دقائق أو حاجات بسيطة، أو إذا ما عجبك شيء فخذ في ناحية إيش فيقول. أقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، أحسن لي أجلس في شعيب خلاوي ولا أتحمل كل يوم الزلة. هي القصيدة قد قلناها أكثر مرة، ولكن يقول من اللي يساعد في الزمان العضاوي يأخذ بيدي والمعونة من الله، صديق يصدقني بعيد الهقاوي، يمشي بدرب المعجزة ما يكله، خفيف بالممشى قليل الحكاوي، يترك كثير العلم وأعطاك جلة، ولا دعيتها يا سعود المخاوي مطالة الطرقة بعد ما تمل هنية سليمة، ما يريد العطاوي ومرافقة يرتاح من عزو تلة، ما ينفع العذار كثر العزاوي إلا على براد شاهي ودلة. لو حثث البراق في كل ناوي ما هو على شوف المخيل هلا. يا الله يا مشفي جميع البلاوي، يا مخرج الإنسان من كل علة، تشفي مريض من كل ما جاء يشاوي، جت البلاوي مع زمانه تغله، فحسن لجلس في شعيب الخلاوي ولا تحمل كل يوم الزم. الله حكمه والله.